رأسية تدخل، شوف شوف المحاولة، نتابع وإياكم. لا 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 لا، باليد باليد باليد. آه لا 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 لا، فعلا 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 يستحق البطاقة الصفراء. هو عبد الغدير بروميي بي بو لو سودان ماركي با لو نيميرو 11 بكري عبد القدير. وفي النهاية مدثر الطيب يسجل الهدف الاول. احرز منتخب السودان الهدف الاول اللاعب رقم 11 بكري عبد القادر. ربما الاداء المباراة هذا عيسى حياته. مهيب، انا معناتها وكبت اكثر من كاس افريقيه، وهذه اللقطه تكررت في العديد من المناسبات.